جمعية محاماة دولية تدين اعتقال محاميين في تركيا. أدان رئيس جمعية المحاماة الدولية وأحد أبرز المحاميين في إسبانيا خافير كاريماديس اعتقال محاميين في تركيا لدفاعهم عن المعتقلين والمفصولين بدعوى الانتماء إلى حركة الخدمة. وتطرق كاريماديس إلى الحملات الأمنية ضد المحاميين في تركيا والتي جاءت عقب التغييرات القانونية التي أقرها البرلمان في هيكل نقابات المحاماة والنظام الانتخابي الخاص بها، والذي فتح الباب أمام إنشاء أكثر من نقابة محاماة في الولاية الواحدة، ما يعني إنشاء نقابات محاماة حزبية، هو الأمر الذي يطمح إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم. أعرب كاريماديس عن حزنه الشديد لأنباء اعتقال 48 محاميا في أنقرة، مفيدا أن المحاميين المستقلين أمر أساسي لا غنى عنه بقدر القضاة المستقلين لتحقيق استقلالية القضاء كما ينبغي. ونقلت القوات الأمنية المحاميين المحتجزين لدى قاعة المحكمة مكبل الأيدي، الأمر الذي دفع 20 جمعية محاماة إلى إدانة الخطوة من خلال بيان نشرته أمس الاثنين. الانتهاكات الممارسة ضد المحاميين في تركيا أثارت استياء كبيرا حتى لدى المحاميين الذين دافعوا عن المعتقلين في إطار قضية أرجنكون، حيث قالت المحامية لالا بشا عبر تويتر: لقد قمت بالدفاع عن المتهمين في إطار قضية أرجنكون، وكنا نتمكن من عقد مؤتمرات صحفية والإدلاء بتصريحات عبر الإعلام الاجتماعي والبرامج التلفزيونية، ولكن لم يتم فتح تحقيق بحقنا بشأن ممارساتنا لمثل هذه الأنشطة التي تعتبرها الحكومة الحالية جريمة. وعقب الانقلاب الذي وقع قبل 4 سنوات، نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤولية تدبير الانقلاب العسكري، بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.